تحليل مباراة برشلونة وسبورتينغ لشبونة. قام المدرب إرنستو فالفيردي بتغيير طريقة اللعب أمس إلى خطة 4-2-2-2 بوجود سيرجيو روبرتو وإنيستا أمام بوسكيتس وراكيتيتش مع تواجد ميسي وسواريز في الهجوم من أجل السيطرة على وسط الملعب وتحقيق نسبة كبيرة من الاستحواذ، مع العمل على رد مرتدات سبورتينغ بشكل مبكر وهو ما نجحوا فيه بشكل جيد. تضييق المساحات كان سلاح سبورتينغ لشبونة الأقوى في مباراة الأمس، مما صعب المهمة على لاعبي البارسا الذين لم ينجحوا في صناعة الكثير من الفرص على مرمى رويو باتريسيو. سيميدو منح برشلونة التوازن المطلوب في الخط الدفاعي، حيث يعتمد عليه فالفيردي في تأمين الدفاع مع تقدم ألبا بشكل مستمر، وهو ما ذكرني بدور أبيدال مع برشلونة غوارديولا في تأمين الدفاع عند صعود ألفيس بشكل متكرر في الهجوم. لكن استمرار بيكيه بهذا المستوى سيشكل خطورة كبيرة على برشلونة، وينبغي على الدولي الإسباني أن يصحح أوضاعه، وإلا سيجد نفسه على مقاعد البدلاء لمصلحة ماسكيرانو. لا يمكن لأي فريق كبير يريد أن ينافس على بطولة كبيرة كدوري الأبطال أن يعتمد على سببين فقط للتسجيل، هما ميسي والأهداف العكسية. فمع صيام سواريز عن التهديف وغياب ديمبيلي للإصابة وابتعاد ديلوفي والكاسير لأسباب فنية غير مفهومة بالمرة، يجد برشلونة نفسه معتمدا بشكل كامل على البرغوث الأرجنتيني في عملية التهديف وحسم المباريات. فالفيردي مطالب بتعديل نظرته إلى المنظومة الهجومية لبرشلونة، فلا بد أن يلعب ديلوفي والكاسير ويكون لهم دور واضح في مباريات البلوغرانا. يجب أن يملك البارسا أكثر من سلاح للتسجيل وصناعة الفرص والخطورة الحقيقية. حتى إن لم يكن فالفيردي مقتنعا بإمكانيات الثنائي الإسباني، فلا بد من التعويل عليهم إلى حين التوقيع مع أناس أفضل.